يا أم عبد الله. راحت أم عبد الله. أم عبد الله، ألو، السلام إيه، عليكم. وعليك السلام، أهلا وسهلا. أهلين، أنت على الهواء ترى، إذا ما أنت داري أقولي. ها، سؤالي يا شيخ، ما واجباتي شرعا اتجاه أم الزوج وأخواته؟ باتجاه أم الزوج أن تعينيها، أن تعيني زوجك على البر. كيف؟ اشرح لي. يعني ان تعيني هي صحة تامة، هي حتى وكيف نقول لك، صحتها كويسة وما شاء الله، يعني بناتها جيران وقايمينها، قايمينها يعني بالصحة وبالتنظيم وبالواحد كله. يا اختي انا والله هي مش مستحقة. انا فاهم، انا فاهم. اشرح لي بالتفصيل يعني كيف. انا فاهم وش تريدين من السؤال، وعارف اللي ماذا ترمينا للسؤال. حق أم الزوجة، أم الزوج عليك، هو ليس عليك، على ابنها، على ابنها. ومن الحقوق التي تقع على ابنها أنها أمه، وجب عليه أن يبرها، ومن أدوات برها أنت، بمعنى أن تعيني زوجك على البر. فلو قال مثلا لك زوجك أريد أن تعدي طعاما لأمي لأن تحب طعام كذا، فأنت أعنت الزوج على البر. ما فيش مشكلة، أوكي، هذا عادي. أنا زين، ادخلي لي في التفصيل، ادخلي لي في المشكلة، ادخلي لي في المشكلة حتى تريحيني وراي. أنا صايرة مشكلة أنا وأخواتها. أنا صارت مشكلة وهي مع البنات. هي. وبعدين هي ما رضتش في بناتها. ومش مشكلة، والله الناس لما تسمع بها تضحك. مش ما تستاهلش. بس هم شيء دعم من قلبه وقلب، ما فهمتش صار الانقلاب هذا على شنو. ما فهمتش انقلاب ان ايه فجاه هيك لينا سنتين بالشكل هو ان صار اخطبنا. يا اختي انت مش مطالبه تزوري، اسمعيني. يا اختي الله يعين زوجك، اسمعيني. ليش ما عزمتيناش؟ زين اسمعيني، من لاني ما عزمتهمش داروا لي مشكله وطردتني من حوشها وما تبيني. وليه ما عزمتيهم؟ هي خطوبة، أمي مش عازمة حد أصلا. خطوبة من هي؟ أخوي. أخوكي، وزعلوا أنك ما عزمتيهم؟ إيه. والله الناس فاضية. شوف أختي، والله فاضية، والله ما تستاهل. لنا عامين متقطعين ما نتكلموش، ولا حتى على الصغار. هم بدوا وصلت مرحلة ما قللوا أدبهم حتى عليا، يعني حسيت مرحلة وصلت، يعني شيء كان قلبهم مليان وفجأة تفجر. اسمعي، فجأة هيك تفجر، يعني وصلت مرحلة قلة أدب، قلة احترام. أنا حتى أنا كل ما دورتش في نفسي إن أنا شديت حوشي والسلام خلاص. تدري إن شاء الله، خلاص اسمعيني وأنا وزوجي تمام إن شاء الله. بس شيء ولع الصغار، اسمعيني. الله يعينك. خلاص اسمعيني يا معطل، اسمعيني على التلفاز، الله يطول لي بعمرك. تدري احنا شو مشكلتنا العرب؟ المشكلة أنا كلامي ما يعجب بس والله لا أقوله. تدري شو مشكلتنا العرب؟ حنا في العزة نأتي بلا دعوة. عمره حد عزمك على العزة يا كتبي؟ ها؟ شيخنا منصوري عمره حد عزمك على العزة؟ رجا حد عزمك على، قال لك تفضل والله اليوم عندنا عزة دفن الميت إن شاء الله عقبال قرايب مثلا. ما حد، ها؟ بالله عليك ما حد يعزم، لكن العرس ايه، واذا ما عزمك ما تروح. كاننا امه تجمعنا الاحزان للافراح، والاصل ان احنا في العزاء مثل العرس، ما ننتظر دعوه اصلا. عيب، هذا تمني خير، هذا تمني خير. لما انا عندي فلان تزوج يا اخي نسيني، يا اخي مسكين ما عنده فلوس يطبع كروت المناسبات، خلص يا اخي انشغل. هل تعلم حفل الزفاف 1500 بطاقه صح ولا لا؟ يكتب الى السيد الدكتور نسي. فلا انا ما اصير، ليه؟ لازم ياتي بطاقه العرس عندي حتى اذهب، وفي العزاء نذهب بلا دعوه. فكاننا نجتمع الاحزان بس، كاننا نتمنى الشر، نجتمع ايه مات. لا، من تمني الخير وحب الخير أن تذهب لحفل الزفاف وإن لم تأتك دعوة، تفرح تقول لو ما دعيتني بس أنا حبيت لك الخير. بس حنا لا، نبحث عن الشر. فأرى أن هذه فضاوة، مثل اللي يزعل على هذه الأمور فضاوة،
وكثرة فراغ وقلة دين وقلة تمني الخير للمسلمين، حتى لا للمسلمين، للناس أجمعين. نعم، من معي؟ السلام